أنه شمل كل المدن السورية وكل الطوائف السورية. شكرا، فهمنا الصورة، لكن نريد كلمتك وكلمة الشعب السوري لأنك الآن تمثل في هذه المسيرة عن هذه المظاهرة والمسيرة التي تتمم بآلاف. أنا في الحقيقة فوجئت مفاجأة سامة وأشكر الشعب البيضاوي، جماهير البيضاء الذي لم يخلف الموعد مع الحدث السوري وأنا أتكلم الآن على الدار البيضاء لأن الأخ سألني على هذه المسيرة، وأضيف إلى ما قاله الأخ أن هناك مسيرات أخرى كانت في طنجة وفي الرباط، والحمد لله نشعر هذا التضامن المغربي كل ما ندخل إلى مكان ويعرفنا الأخ الذين يعرفنا أن السوريين يتعاطف معنا ويتأسف على تلك الأحداث التي تقع في سوريا. ما تشاهدون هذا الكم الهائل من الأخوة الذين حضروا برغبتهم ولم يدفع بهم كما في بعض الأنظمة يدفع شعبهم بالقسر ليخرجوا في المسيرات. هؤلاء الرأي العام الحقيقي الصادق الذي يدين الممارسات السيئة لنظام حافظ الأسد ويتعاطف مع إخوانه، وهذا ليس جديدا على المغاربة أن يتعاطفوا مع إخوانهم، فكم مسيرات ظهرت في فلسطين والعراق شكرا. كلمة للشعب السوري من المغرب. والله أقول لأخواني وأهلي، أقول لأهلي في سوريا اصبروا، فإن الله لا يخلف الميعاد، النصر قادم بإذن الله وعونه، فاصبروا أن الجنة هي مأوى الشهداء، وأنتم يا شهدانا أكرمتم وجوهنا، لن ينسى الله فضلكم وتضحيتكم، والشعب السوري سيقاتل وسيسقط هذا النظام إن شاء الله سلما أو حربا. شكرا، كلمتك واضحة وكلمة هذا